إذن قبل الختام نعرض عليكم هذه الصور، حيث أظهرت مشاهد ملتقطة إذن أمسية اليوم للحرم المكي توافد عدد كبير من الحجاج من أجل طواف القدوم، وتظهر الصور حرصا من الهيئات المكلفة بنظافة صحن الطواف على أداء مهامها وسط حشود كبيرة للحجاج والزائرين لبيت الله الحرم. هذا وأعلنت السلطات السعودية وصول 1,194,969 حاجا إلى المملكة، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج حتى نهاية يوم أمس الأحد.